أهلا بكم مع أخبار الرياضة. أجمع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال جلسته التي عقدها في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة على دعم ترشح سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ووفقا لذلك أصدر المجلس مشروع قرار أشار فيه إلى أنه على وزراء الشباب والرياضة العرب أو من هم في حكمهم دعم المرشح العربي سمو الأمير علي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقرر المجلس مخاطبة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود لحث الاتحادات الوطنية العربية لكرة القدم لدعم ترشيح سمو الأمير علي بن الحسين لهذا المنصب الرياضي الدولي الهام، وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتكليف لجنة الترشيحات في الجامعة لدعم ترشحه أيضا. يلتقي فريق الوحدات مع فريق ذات راس في 7 مساء يوم غد السبت على استاد مدينة الملك عبد الله الثاني في ختام مباريات الأسبوع 21 وقبل الأخير من دوري المحترفين لكرة القدم. ويدخل الوحدات هذا اللقاء وقد ضمن المحافظة على لقب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يتطلع ذات راس الذي يمتلك 32 نقطة للتقدم على سلم الترتيب. وفي لقاء آخر يواجه الرمثا فريق الجزيرة في 5 مساء الغد على استاد مدينة الحسن في إربد، ويتطلع الرمثا لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير للإبقاء على أماله في الحصول على وصافة الدوري وفقا لنتائج الأسبوع الأخير. أقيم اليوم برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات سباق السرعة الثاني الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات السرعة في نادي السيارات الملكي، وتوج المتسابق الأردني محمد تيسير بلقب سباق السرعة الثاني، بينما حل سالم الطعيمة في المركز الثاني، بينما جاء جاد نباص في المركز الثالث. وكان السباق قد حظي بمشاركة واسعة بلغت 74 متسابقا من الأردن وفلسطين. تغلب جنت على ضيفه أندرلخت بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور الإقصائي من الدوري البلجيكي لكرة القدم. هدف اللقاء الأول كان من نصيب جنت في 49، وبعدها ب9 دقائق أدرك أندرلخت التعادل لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل فريق جنت هدف الفوز ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بروج المتصدر. حقق شيكاغو بولز فوزا عريضا على مضيفه ميلواكي باكس بنتيجة 120 نقطة مقابل 66 في المباراة 6 بينهما في سلسلة إقصائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وتألق اللاعب مايك دانليفي الذي سجل 20 نقطة ليساهم في الفوز الذي أهل فريقه لمواجهة كليفلاند كافاليرز في الدور الثاني. ويعود الفضل في هذا الفوز أيضا لباو غاسول الذي أحرز 19 نقطة وجيمي باتلر الذي أضاف 16 نقطة.